بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما فبقي لنا من أصول الأحكام أو مصادر أدلة الأحكام الاستصلاح أو المصلحة المرسلة. تقدم أنه ذكر أن أصول الأحكام ومصادر أدلتها الكتاب والسنة والإجماع، وهذه الثلاثة متفق عليها، ولم يدرج القياس منها لأنه بيعتبر القياس نوع من دلالة النص وليس مصدرا مستقلا، فأجلوا إلى القسم الذي يتكلم عن الدلالات. ثم ذكر الأصول المختلف فيها بين العلماء، وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة. ذكرنا أنه تناول الاستحسان والمصالح المرسلة بحيادية، بمعنى أنه لم يكن عنده دافع أنه يطيل النفس في هذين البابين أكثر من غيرهما، بل وضح ما فيهما والأخذ والرد الذي يدور بين العلماء في هذه الأصول. وذكرنا أننا في زماننا نحتاج إلى الدندنة حول هذه الأصول كثيرا، حيث يستخدمها العلمانيون والزنادقة في تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله، وزعم أن هذا كله من الاجتهاد الذي قال به أئمة العلم قبل هذا. ربما ذكرنا بعض النماذج في المرة السابقة ونحن نتكلم على الاستحسان. أيضا كما فعلنا في الاستحسان سنتناول الاستصلاح أو المصلحة المرسلة على ما هي في كتاب روضة النظر، إلا ما يقتضي الحال من ضرب مثال أو نحوه. وفي المرة القادمة إن شاء الله سوف نشير إلى بعض الدراسات الجانبية التي تضع ضوابط التي تمنع، كان قديما احتاج بعض الكثير من العلماء الى ان يميزوا بين الاستحسان الذي هو معتبر عند الفقهاء وبين اتباع الهوى، واحتاجوا الى ان يفرقوا بين المصلحة المرسلة المعتبرة وبين البدعة، ونحتاج في زماننا ان نفرق بين هذا كله وزيادة، لأن الباب مفتوح على مصراعيه كما تعلمون ممن يتبع شريعة الغرب ويحاول أن ينسبها للإسلام، أو على يعني أقل التقديرات أنها غير معارضة للإسلام، ويلجون من هذه الأبواب يبقى احنا بإذن الله إن النهاردة نختم الجزء الأول من كتاب روضة النظر، وقبل ما ندخل في الجزء الثاني ناخد إن شاء الله في المرات القادمة ناخد شوية تفصيل في هذه القضايا. احنا قلنا قصة علم الأصول أربع أقسام تقريبا، المقدمات اللي فيها تعريف العلم وتعريف الحكم الشرعي وأقسامه وكذا. القسم الثاني اللي هو مصادر أدلة الأحكام، ودول بالنسبة لكتاب روضة النظر بيمثلوا الجزء الأول
لخد فيه القسمين الأولين من علم الأصول. القسمين الثالث والرابع، الثالث أهم قسم هو ده علم الأصول في واقع الأمر، ولذلك بعض المصنفين في الأصول بيتحرج أنه يصنف في الأربع أقسام، أن دي موضوعات من الفقه ومن علم الكلام كما قلنا، لكن الأصول الأصول هو القسم الثالث منه، عادة بيبقى ترتيبه الثالث كترتيب منطقي في التصنيف، وهو كيفية استنباط الأدلة الأحكام من الأدلة لأبحاث في الكلام والدلالات. القسم الرابع في المجتهد والمقلد وشروط الاجتهاد والتقليد إلى غير ذلك. دلوقتي في نهاية القسم الثاني اللي بمثل نهاية الجزء الأول من الكتاب، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: الاستصلاح أو المصلحة المرسلة. قل: الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح، وهو اتباع المصلحة المرسلة. يبقى ساعات يقول استصلاح كأنه يعني عشان يمشي على وزن الاستحسان، والشائع انه بيقول المصالح المرسلة كأن عشان يبقى العنوان موجود في قيد. قلنا الأبواب دي بيساء استعمالها، ولما بيقول المصلحة المرسلة كأنه قيد، وإن كان طبعا الجاهل أو المتعامي هيغفر القيد، لكن كلمة المصلحة المرسلة في حد ذاتها فيها إيه؟ قيد. هيقوله لنا هوت. يبقى الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة. يبقى كلمة اتباع لما نقول العنوان المصلحة المرسلة استفدنا قيد حطناه في العنوان، غير مجرد لما نقول الاستصلاح. طيب ايه قالك الاول عشان تعرف المصلحة المرسلة؟ يبقى تعرف اقسام المصالح. قال: والمصلحة هي جلب المنفعة او دفع المضر. بتوع الرياضة والمنطق ساعات يحلو لهم ان هو يتكلم كلام عام ويحط قبل منه اشارة، وساعات يميز. يعني احنا لما جينا قلنا الشروط والاسباب والموانع، ما اعتبرناش المانع انه شرط سلبي، مع انه رياضيا تمشي، بس هم لما جيهم يصنفوا لقوا افراد الموانع بالكلام مفيد، ولانه فعلا بيحصل حاجات يوجد الشرط ثم نجد ايه؟ مانع. هو هنا في المصلحة جرت ان هم يقولوا المصلحة اللي هي تشمل جلب منفعة او دفع ايه؟ مضرة. يبقى ده لفظ عام يشمل الايه؟ الاثنين، ان كان منفعة تبقى جلب، وان كان مضرة تبقى دفع، والاثنين دول جلب المنفعة او دفع المضرة اسمهم ايه؟ مصلحة. طيب ليه؟ لان المصلحة هنا لا تقتضي انه يفرق بين الحالات الايجاب وحالات السلب، بينما هناك من الناحية المنطقية في عرض الكلام كان يقول لك مثلا ان وجود المال وانه يحول عليه الحول ده سبب لإيجاب الزكاة او شرط وجوب، وانه لو وجد دين يستغرق هذا المال رغم انه موجود، ولكن الراجل معاه فلوس لكن مدين بما يوازيها، دين يستغرق المال هيخليه مانع. قالك شوف كده المانع محتاج عند تطبيق الاحكام نفهم المانع عشان ما يحصلش لبس. يجي واحد يقول لك ازاي انت اعتبرت ان ده لو قلنا لو ادرجناها وسط الشرط ممكن تيجي في حته تعمل غموض. احنا قلنا الشرط ان يبقى معاه المال ويحول عليه الحول وهو معاه. قال لك طيب خليها منطقيا مع بعض كده، الحاجات الوجودية استوفيها وقول ان دي شروط او اسباب،
وبعدين بعد كده قول شريطة ألا يمنع من ذلك مانع، يبقى نستوفي الحاجات الايه السلبية ونعدي عليها. هنا المسألة مش كده، المسألة مش كده، مجرد ان شيء يبقى في جلب منفعة هنسميه مصلحة، شيء في دفع مضرة هنسميه مصلحة. قال وهي على ثلاثة أقسام. هي ايه؟ مش من حيث حقيقة الأمر، لا، من حيث ما نظنه، أو لأن المسألة هنا ممكن تكون جزئية، ولكن لما تتحط جوه صورة كلية تتغير الأمور. فقال لك أي حاجة أنت يتقال لك دي منفعة عايزين نجلبها، أو دي مضرة عايزين ندفعها، كون مسألة مطروحة يظن الظان أنها منفعة تحتاج إلى جلب، أو مضرة تحتاج إلى دفع، نقول له بس الشرع حكم فيها بحكم. ما يجي واحد يقول مثلا المنافع اللي في الخمر، عشان كده هنحطها في المنافع التي أبطلها الشرع في المصالح الملغاة. يعني يا متوهمة لا وجود لها أصلا، يا معارضة بما هو أرجح منها، وفي النهاية يا الشرع ألغى. تمام؟ أو العكس، يقول لك الجهاد في إزهاق للأرواح، نقول له لو هو جهاد معتبر شرعا، ما هو لو قعد الناس عنه يتسلط الكفار على البلاد والعباد، وفي النهاية دفع هذه المضرة ملغاة. مصلحة، ما احنا قلنا المصلحة جلب منفعة وايه دفع مضرة. فاللي يجي عايز يقول ان الجهاد فيه مفسدة وان يمنع منه، المنع منه مصلحة وهي حفظ النفوس، نقول المصلحة دي ايه ملغاة. يبقى المصالح ثلاثة. قسم شهد الشرع باعتبارها، فهذا هو القياس، وهو اقتباس الحكم من المعقول النصي أو الإجماع. خد بالك هنا الأمر ده مهم جدا، في مصالح معتبرة نص الشرع على اعتبارها، بس هو هنا مش أصل المنصوص عليه مش داخل في الباب ده خالص، فهو بيقول لا، يعني هو اللي يشتبه مع المصلحة المرسلة، المصالح المعتبرة التي ثبتت عن طريق القياس، لكن المصالح المعتبرة اللي ثبتت بنص دي مش وارد أصلا إيه إن احنا نشبهها بالمصلحة المرسلة، ولكن وارد إن احنا نستصحبها معانا هنا، نتعلم منها إيه جنس المصالح للشرع إيه اعتبرها. ولكن هو عايز يقول لك لما تيجي في مسألة ليس فيها نص وتجد أن العلة فيها هي نفس العلة الموجودة في مسألة منصوص عليها، فارفع المسألة دي كمسألة وحطها في باب القياس، أفضل وأضبط من باب المصالح المرسلة. باب المصالح المرسلة باب مختلف فيه، وهو يعتبر بديل عن القياس. بديل إزاي هنشوف، لكن هو بيقول لك الأول احيانا انت تيجي تبحث مسألة غير منصوص عليه، فتلاقي ان في علة انها تجامع مسألة منصوص عليها في العلة فتلحقها به، وساعات تقول هي دي شبهها بس فين العلة، هي دي ولا دي ولا دي، يقول لك لا مش هي. طيب ازاي يعني؟ لو احنا دايما في القياس، اشهر مثال في القياس بنجيبه دايما مع انه هو غير مفتقرين فيه للقياس، قياس المسكرات على الخمر. كل بتوع الاصول معتبرين ده اوضح مثال للقياس، يعني هو في ايه دليل ما اذكر كثير فقليل وحرام، فاصبح داخل في عموم نص، ودي رتبة اعلى من ان احنا نقول انه ثابت بالقياس، لكن هو ده الايه
أشهر مثال عنده. لما تيجي أنت تبص على الحاجات اللي بتغيب العقل وتلاقي أن الخمر لو اعتبرنا جدلا أن أنت ما فهمتش من النص إلا أنها عصير العنب وتقول ده حر من أجل الإسكار وده بيسكر، فيبقى هنا أدي أصل ودي فرع ودي علة، والعلة أعلى درجات ثبوت العلة في الأصل أن يكون منصوص عليها، وبعدين تلاقي زيها في الفرع ثم تقول ده إيه؟ قياس. قياس أركانه أربعة: أصل وحكم وعلة، دول موجودين وفرع جديد، وتلاقي الفرع ده مشترك مع الأصل في العلة فتديله نفس الإيه؟ الحكم. هتلاقي قياس موجود تقوم تحط المسألة دي في القياس. طيب لما قتل القراء في حروب الردة وأشار من أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن، ممكن أحد يقول ما هو القرآن كتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودي كتابة ودي كتابة، فيبقى ده قياس. قال طيب عايزين نشوف فين الأصل. الكتابة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه الحكم وجوب هذه الكتابة، والعلة الإعانة على حفظ القرآن من التحريف والتبديل وأن الحفاظ يرجعوا لشيء مكتوب. لما نيجي نقول عايزين نغير شكل الكتابة دي من أنها تكون مفرقة إلى أنها تكون في كتاب واحد، فأنت جاي تقول فين القياس؟ ده كان هي كتابة وكتابة، بس أنت عايز تغير شكلها، بدل ما هي مفرقة تبقى مجموعة. قالوا لو قلنا قياس يبقى ده خلل منطقي، وإن كان من حيث المعنى هو إيه؟ قياس. لكن ما تيجي تعرف آدي الأصل وآدي الفرع، طيب فين أنت بتقول أغير طريقة الكتابة؟ هتقول لأن طريقة الكتابة الأولى كانت كافية ثم لم تكفي الآن. شوف احتجت الكلام كتير إزاي. والكتابة كأصل أريدت لمصلحة وهي الحفظ، فإن قصرت طريقة الكتابة الأولى عن الحفظ ووجدت طريقة أخرى معضدة تقوم بما شرعت من أجله الكتابة الأولى. الكلام اللي أنا بحكي كتير ده وتعمد أحكي كتير عشان يبان ان دي مش قياس، من ناحية البناء المنطقي للقياس. القياس ما يحتاجش تحكي الكلام ده، احنا عمالين نقول كان في كتابة، الكتابة المصلحة، شوف ده اللي جاب كلمة مصلحة، وصارت بعد فترة قاصرة عن اتمام هذه المصلحة، والذي يطرح كجديد ليس في مخالفة للأولى بل في تعضيد وزيادة له. قال لك يبقى هي ده ما الشرع منهاش، ما قالش اللي يكتب الصورة دي في جريد والتانية في عسف نخل ويحط دي في مقلقة، وقال الشرع قال اكتب ولم يلزم بجمع، وكان ده كافي لتحقيق المصلحة ثم لم يكفي. فعايزين نقول ايه؟ وكمان نقول للناس خد اكتب واجمع كله في مكان واحد. طيب يجي بعد كده الشرع كان بيقول اكتب، وطبعا زمان ربما الى الان في قواعد هجاء مختلفة بين المجامع اللغة العربية، ده يقول لك قواعد الرسم شايف الرسم ده أضبط، لأن الرسم هو عبارة عن تعبير عن نطق، فهو اصطلاح يعني اللي هنزل على السطر واللي على نبرة كان ممكن يعكس كان ممكن. بس هو مع كثرة استقراره انت مستحيل تشوفها وتقراها حاجة تانية.
لكن من الوارد ان كانوا يصطلحوا على حاجة تانية. لما جي يقول لك طيب الكتابة في الاول معها حفظ قوي جدا، فهي كما لو كانت دورها في حفظ القرآن ثانوي، والاصل حفظ السطر، وتدريجيا الكتابة دورها بايه بيعلى. عشان كده الصحابة من باب تحقيق نفس المصلحة اللي في الكتابة الاولى، ولان الكتابة الاولى ما جاتش ان نكتب كده وما تكتبش زيادة عن كده، هو جه ان المصلحة انك تكتب وما فيش قيود على الكتابة دي، لان اي درجة كتابة كانت ستكفي. طب بعدين كل شوية محتاجين نحط قيود زيادة على الكتاب. طب ليه؟ يقولك هي نفس المصلحة اللي موجودة في الكتابة مش هتتم غير لما نضيف إليها الجمع في مصحف واحد، ومش هتتم غير لما نلزم الناس برسم واحد، ده بيكتب حروف المد، ده بيشيلها، ده هقول له ما ده في كلامك الشخصي كما يحلو لك، إنما الآن عشان الصحابة بدأوا ينقرضوا العصر والتنزيل الكتابات تكتر، عايزين، لأن لو لقينا واحد حط حرف المد تعالى أنت جاي تبدل القرآن دي. ونعم ما أنا بكتب في كتابة العالي حرف المد، نقول له ما واحد يحط حرف المد التاني يبدل، فبدأ أن لازم إيه المحافظة على الرسم. يبقى الكلام ده كله مش هتلاقي فيه القياس اللي قلناه في ان الخمر مسكرة واي مسكر اخر فيه نفس علة الاسكار فياخذ نفس الحكم. ده اسمه ايه؟ قياس. لان احنا لقينا في الفرع مصلحة منصوص عليها في اصل اخر، المصلحة اللي هي جلب منفعة ودفع ايه مضرة، فنقوم نسمي المسألة دي قياس، وكده رتبتها من حيث النظر. خد بالك جمع القرآن رتبته علت بعد كده ليه؟ من حيث الاستدلال، ما حصل عليه اسماع. يعني احنا دلوقتي بنقول جمع المصحف وبنحطه ضمن المصالح المرسلة، لا خد بالك انت في الفقه لو جيت تتكلم على جمع المصحف هتقول دليله ايه؟ الاسماع. فالجمع المصحف كمسألة ردتها عالية جدا، لكن احنا بنقول ازاي تم الاجماع ده؟ كانت البداية مصالح مرسلة. مصالح مرسلة يعني قياس، بس مش بنفس الاطار اللي احنا عرفنا به القياس. اضطرينا هنا نحكي كلام كتير في توصيف مصلحة في الاصل، ثم توصيف نفس المصلحة في الفرع في فرع مستحدث يحقق نفس الايه المصلحة. يبقى هنرجع تاني نقول المصالح ثلاثة اقسام. يقول وهي على ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتبارها فهذا هو القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو الإجماع. القسم الثاني ما شهد ببطلانه كإجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك، إذ العتق سهل عليه فلا ينزجر، والكفارة وضعت للزجر، فهذا لا خلاف في بطلان لمخالفته النص،
وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع. ده مثال لتطبيق فاسد لمسألة المصالح، إنه أغفل شرط الإيه؟ الإرسال. وده أمر في غاية الأهمية، انتبه، ده فقيه مش بتوع العلمانيين والزنادقة. ولكن شوف سبحان الله، قدر ذلك يقع في الخطأ اليسير ده، وتكاد تتفق كتب الأصول بعد ذلك لما يجي يجيب مثال لتطبيق فاسد للمصالح المرسلة يجيبه المثال ده. ولا ندري ماذا يقال عن بقى الايه الصد عن سبيل الله والاحداث ما لم ينزل الله به من سلطان تحت مسمى المصالح. ده احد الفقهاء جاله ملك او امير بيفطر عمدا في رمضان، يجامع في نهار رمضان ويجي يسأل على الكفار، فالكفارة على الترتيب والعتق مقدم على الايه على الصيام. فده امير عنده عبيد كتير جدا، يجامع في رمضان ويسأل يتوب، في ناس كتير تبقى ضعاف امام شهوتها يقع في الذنب ويقول اعمل ايه، يقول له اعتق رقبة، يقوم اعتق رقبة وكأنه ايه ما شعرش بالألم، يقوم يجامع تاني يعطيك رقبة. قال لك لا، ده ما دام عنده عبيد كتير كده نبتدي له بالصيام. طب ليه؟ قال لك انما شرعت الكفارات للزجر، فاذا لم ينزجر هذا بالكفارة الشرعية، خد بالك ده هيغير الترتيب، بس اذا لم ينزجر بالترتيب الشرعي للكفارة فكان ما قدمه الشرع يسيرا عليه، جاز لنا أن نعدل. ده كلام هذا الفقيه. قال جاز لنا أن نعدل عن الكفارة المقدمة في الترتيب إلى الثاني. فكل الفقهاء بعد كده قالوا لا، أنت أخطأت في التطبيق، لأن احنا لما قلنا في جمع القرآن، بص ارجع بقى تاني، خد بقى احنا قلنا ليه في جمع القرآن قلنا مصلحة مرسلة ما قلناش قياس، لأن احنا احتاجنا نحكي عن مصلحة وبعدين ندور على طريقة أخرى لتحقيق هذه المصلحة. ما تكلمناش على علة موجودة هنا وموجودة هنا والعلة وصف ظاهر منضبط، فواضح ليه احنا قلنا جمع القرآن مصلحة مرسلة ما قلناش على ايه قياس. وإن كان بننبه تاني، هو بعد كده بالنسبة لنا دلوقتي كدليل صار إيه؟ إجماع. الفرق بينها وبين اللي عمله الفقيه ده، إن يعني الفقهاء قالوا أن الشرع أتى بكتابة المصحف بهيئة ما ولم ينهى عن غيرها ولم يلزم بغيرها، وإنما ألزم بهذه الهيئة لتحقيق مصلحة وحفظ القرآن، ثم إن هذه الهيئة احتاجت إلى أن تعضد بغيرها أو أن يضاف إليها، مع عدم نهي الشرعي عن هذا التعضيد أو عن هذه الإضافة، لا هو أمر بها ولا هو نهى عنها. فجاز لنا من باب الاجتهاد أن نقول أن الكتابة يجب أن تتطور إلى أن تصير على هيئة كذا. أما هنا ده هو بيقول الشرع رتب الأمور على نحو كذا، وأنا أرى أن المصلحة أن يعاد ترتيبها، أن يعاد ترتيبها على النحو كذا. صدمت الشرع وشرعت برأيك وهواك، ولأن الشرع لما رتب وهو من عند العليم الحكيم الخبير أنزل هذا الشرع للغني والفقير، فلو كان هذه المصلحة لا تكون هذا الترتيب مفيد ويحقق المصلحة للغني للفقير دون الغني لأتى الشرع بالتفصيل. فهذا التفصيل الذي تقول به هو عين الاستدراك على الشرع، ونقول له ولعلك قصرت نظرك على
بعض المصالح دون البعض الآخر. أولا إن العتق فيه زجر للغني، لأن الغني يحب المال حتى وإن كان غني، فلما تلزمه فيه قد لا يكون هذا هو أشد أنواع الزجر، ولكن ألم تنظر إلى المصلحة الأخرى؟ تشوف الشرع إلى العتق، وإنه حتى لو ده من زجرش الزجر التام فيكفي إن ده في مزيد من التحريض على العتق أو نحو هذا وهكذا. فإذا المثال ده مثال لمصلحة، احنا بنقول له اللي انت قلته ده كلام والله احنا شايفينه فعلا في مصلحة، ولكن يا احنا وانت اسأنا التقدير ودي مش مصلحة، يعني مصلحة متوهمة، وده نادر يكون عند العلماء يعني، ولكن على الاقل هنقول له ايه، هذه مصلحة معارضة بما هو اولى منه، وهي مثلا تشوف الشرع الى العتق. يبقى هنا بنقول له أن ما توهمته أنت مصلحة هو مصلحة، ولكن معارض بما هو أولى منه، وهو تشوف الشرع إلى العتق مثلا. أو ممكن يكون وهم، بمعنى مين اللي يقول أن الغني لا يتضرر بأن كل يوم يعتق؟ معنى هو الغني ده عنده كم عبد وكم أمة، وهو لو عنده كتير كده ما هيبقى غالبا يطأ إماءة، بعدين يلاقي نفسه مضطر إيه؟ إن هو يعتق بعض هذه الإماء. طب لو جه بقى إحنا، طب ده أول واحد هيجي نقول له أعتق رقبة، وبعدين نكتشف إن عنده عبيد كتير، نقول له لا أنت إيه؟ صوم، وبعدين نكتشف إن هو لما بيواقع في رمضان بيواقع جارية، ونرجع نقول له طب اعتقها بقى، يبقى ده تلاعب. يبقى ما برضو مصلحة ان يكون العقوبة مقدرة تقدير لا يحتاج الى كبير بحث وتحري، بمعنى ان طب ده ينزجر، طب غني وبخيل مثلا ينزجر اكثر بالايه بالعتق، فكأن هنا المصلحة هذا الفقيه شاف قدامه أمير عنده عبيد كتير، وفعلا بيلاقي الأمر سهل إنه يعتق، فهيقوم يديله حكم هو لوحده، فتحنا باب التلاعب، لأن هو كأنه فصل الحكم إيه على الشخص ده. طب هيحط لنا القاعدة، الغني نغير له الترتيب، نقول له الغنى ده حده كم عبد، وهل الغنى المطلق ولا يكون عنده عبيد كتير؟ طب ويبقوا عبيد ولا إماء؟ طب افرض إماء وهو متعلق بهن، إن نعاقبه ونقول له اعتق منهم أحسن، يبقى دخلنا في باب إيه؟ يبقى مصلحة شافها في حالة، ما ينفعش الشرع ينزل لحالة بعينها، إن هو ده ينزل له حكم، يبقى كده فتحنا باب الإيه؟ التلاعب. هو الشرع بينزل حكم عام يطبق على واقع، ما ينفعش يبقى فيه مليون تفصيل، بمعنى تخيل العصر لو جالك الحكم الشرعي في كفارة من الكفارات فيها الفرق بين الغني والفقير، وبعدين الغني لو كان عنده، لو كان غناه بانه عنده عبيد وإماء، ولو كان غناه بحاجة تانية، وبعدين نشوف بعد كده لو كان متعلق بالإماء دول ولا لا، هيبقى أمر في غاية العصر، ولو جه كنا هنطبقه، ولكن الشرع رحمة وتخفيفا عطى حكم واحد، وانت لقيت واحد العقوبة رقم واحد خفيفة عليه، خلاص ده كده
ده يوعظ يزجر يتقال له العقوبة الخفيفة عليك في الدنيا دي، ما هو هل أثمرت استخفاف بالذنب؟ يبقى أنت بتأجل عقوبتك للآخر. ما هو الكفارة مش لوحدها هي اللي شايلة الموضوع، بمعنى لو احنا ألزمناه بالكفارة قصرا وهو في داخله غير تائب نزل سيعاقب ايه يوم القيامة. وبالتالي المسألة أصلا في جمع بين العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية، فهنا حصل استغراق لهذا الفقيه في مسألة جزئية جدا ما ينفعش ساعتها يعرض الشرع للإيه؟ للاضطراب كمصلحة عامة الترتيب في ذكر. يبقى هنا ده نموذج لمصلحة ملغاة، يعني اللي قالها عرضها في ثوب مصلحة، واحنا ممكن نوافقه ممكن نعرضه، ولكن في النهاية اما انها لا وجود لها البتة متوهمة بنسبة 100%، واما انها معارضة بما هو ايه اولى منها، والمحصلة ان في الاخر الشرع الغاه. ليه؟ يا كده يا كده، مش شرع، ما احنا بنقول احنا برضو تاني بيأتي النص بنطبقه لابد، ولكن معانا قاعدة احنا متيقنين منها، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فاحنا بيجي اي الشرع الغى المصلحة دي نقول دي مصلحة ملغاة. طب ليه الشرع الغاها؟ ممكن نجتهد وندور وممكن ما نعرفش، بس المهم انها ايه ملغاة. وفي الجملة لم يلغيها الشرع الا إما لأنها متوهمة أو معارضة بما هو أولى منه. طب يقول لنا طب ورونا وقولونا، نقول له دي بقى حسب طاقة قدرة كل واحد وما يفتح الله على كل إنسان في التدبر والتأمل، وفي النهاية كتطبيق وعمل لا أثر لها. الأثر نحن عرفنا أن دي الشرع ألغاها تبقى ملغى. النموذج ده من المصالح الملغاء، شفنا الفرق بينه وبين المصالح المرسلة. الشرع احنا لقينا الشرع امر بشيء يحقق مصلحة، ثم احتجنا الى شيء اخر معضد لا معارض يحقق نفس المصلحة، فلم نسميه قياسا لأننا مش عارفين نكتب الأركان كده أصل وفرع وحكم وعلة، والعلة تكون وصف الظاهر منضبط موجود هنا وموجود هنا، والوصف الظاهر المنضبط ده تقول الإسكار مثلا في الخمر علة الك، لكن هنا احتجت تحكي وتوصف مصلحة هنا وبعدين ترجع هناك توصف زيها، وبعدين يبقى ده ايه دخل كده في المصلحة المرسلة. إنما لو انه عمال يحكي في مصلحة، مصلحة ان يقدم في الكفارة الامور الاكثر ألما للغني اذا كان مرتكب الذنب غنيا، نقول له الشرع اتى بتشريع عام ملزم للجميع ان الكفارة ترتبها كذا كذا، فمهما حكيت هذه مصلحة ايه ملغاة. الثالث ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين. خد بالك من الكلمة دي، ما لم يشهد له. طبعا الإمام ابن قدامة بذل جهد كبير جدا في الكتاب فيما سبق، وقلنا عليه ان ده بيمثل محترزات التعريف، يعني الكلمات اللي ايه اللي تفرق بين معاني. اقول لك ما لم يشهد له الشرع بابطال ولا اعتبار معين، يبقى الحاجة اللي الشرع تركها تماما دي برضو مش داخلة معانا، لان لو دخلناها هيبقى تشريع ما لم يأذن به الله. ولكن ولو ان اعتبرت اعتبارا معينا دخلت في المنصوص عليه او في القياس،
لكن حاجة لا هي منصوص عليها ولا هي قياس ولا منصوص على إلغائها ولا هي متروكة ترك كلي، ده في إشارة إلى نظائرها مش في العلة المنضبطة، نظائرها في أهدافها وغايتها. يبقى نقول والله يجي واحد يقول لك مثاله غير جمع القرآن وكتابته درجة تبين لك، واحد يقول في عقود الأصل فيها أنها تبقى شفهية عايزين نكتبها زي عقود الزواج. طيب الشرع قال اكتب الدين وفي كتابة المصحف، طبعا ده موضوع تاني. قول العقود دي هيبقى في المتعاقدين والشهود ومع ذلك عايزين نكتبها، ولو الشرع منهاش عن كتابتها ولم يأمر بها واحد يقول لك طيب تعالى مثلا ان نقول هذه العقود الشرع لم يأمر بكتابتها ولم يأمر بحاجات كتير تتعلق به بعد الكتابة، ناس مثلا بتبرزها وتعلقها، في دلوقتي بيقول لك احفظها بالمايكروفيلم، في حاجات كتير جدا ماشي. فلما يجي واحد يقول احنا عايزين نلزم الناس انه يكتب عقد الزواج ويبروزه ويعلقه في شقته، ليه يا عم؟ يقول لك ما هو دي مش مصلحه ملغاه ولا حاجه، الشرع ما نهاش عنها. نقول له طيب وهل اعتبر جنسها؟ يقول الكتابه. نقول له الكتابه اعتبرت لايه؟ يقول لحفظ الحقوق. نقول له طب والتعليق ده منها؟ يبقى دي ما مش ايه مش ورده خالص. لكن واحد يقول الناس كتير وممكن انا اجيب شهود النهارده وكل حاجه، ويجي وقت النزاع الشهود دول سافروا مع اتساع رقعه الناس او مع قله العداله. الناس يعني لو جينا نقول الناس نلاقي كل الناس بما فيهم الاخوه يعني نسال الله العفو والعافيه، ممكن لو جاع ناس من السلف يقيموهم هيقولوا كلنا كده ايه مردودين الشهاده، ودي قلناها في القواعد الفقهيه ان من ضمن القواعد ان نراعي في كل مساله مقدار العداله المطلوبه، لانك لو اعترضت الدرجه العليا من العداله تتعطل مصالح الناس. المهم يعني العداله الناس قليله، لك زودها اكدها بالايه؟ بالكتابه. يبقى بدانا هنا نقول المسألة تحتمل النظر. ليه؟ إن اعتبار الكتابة لحفظ الحق من حيث الجنس معتبر، وإنت دلوقتي بتقول لي الحق ده الإشهاد قد لا يكفي، الإشهاد اللي الشرع نص عليه وعايزين نضيف له حاجة تانية معتبرة في الشرع في الجملة وهي الإيه؟ الكتابة. ولأن هنا عايزينها الحفظ الحق، ممكن نبتدي نتكلم في الموضوع ده نقول واجب، يقول لك طب وخلاص واحفظها مايكروفيلم مثلا، نقول له لا انت هتقول ايه؟ هتلزم الناس انه يحفظها بالوسيلة دي؟ شوف الحق يلزم ذلك ولا لا، الناس اتساعها مش لذيذ الدرجة. انا بدي مثال ان كان ممكن في وقت من الاوقات يتقال للناس يجب كتابة العقود، يقول لك هذا الزام للناس بما لا يلزمهم شرعا، وبعض العلماء كان، وطبعا للأسف برضو بعض العلمانيين يجيب فتاوى في غير زمانها يقول لك شوفوا كانوا بيقول لك ليه تلزموا الناس يستخرجوا بطاقات هوية وليه. ما هو انت شوف ده هو يقول لك السلفية والتزمت، مفيش منهج بيحترم الإنسان إلا الإسلام، مفيش دين يحترم الإسلام
الإنسان إلى الإسلام. والإسلام الفهم الصحيح له هو فهم السلف. تلاقي حقيقة. إزاي أقول لك العبد عبد لله فقط، لا عبد للملك ولا لملك ولا لنبي، فضلا يكون عبد الملك ورؤوس الناس ولا العلماء، عبد لله وحده. فإذا كان هناك عالم يفتي بشرع الله ويجي يقول للناس يلزمكم كذا، جبتها منين؟ أنت تخبر فقط عن حكم الله. فلما يجي واحد ويزودها شوية يقولوا له أنت تعديت صلاحياتك، ليه عايز تلزم الناس بالكلام ده دلوقتي والشرع لم يلزمهم به؟ فده هم يسموه جمود، يسموه زي ما يسموه، ده هو ده أعلى احترام ومراعاة لحق الإنسان ألا يحكم فيه إلا خالقه. العالم حينقل الحكم، وممكن يكون له مساحة اجتهاد عشان ده بقى عوامل مراعاة تطور الزمان. الشرع علم من يتعلم ومن وفقه الله للعلم قواعد الاجتهاد والاستنباط، بس ما يتقلبش مشرع. مجتهد لكن اجتهاده ما قلبوش مشرع. فلما يجي هو مما علمه الشرع لانه يراعي المصالح، نقول له المصالح الشرعية، انتش بقيت مشرع وتستحسن وتقول للناس اعملوا كذا، لا، تقول الان هذا الفعل معضد لعموم مصلحة شرعية. نبتدي نتكلم ونشوف. طيب لو افترضنا فرض جدلي، وبرضو عشان مناسبة الروح السلفية العامة، يعني واحد زمان بدله ان هو ينظم سير الدواب في القرى، اللي رايحين كده يمشوا يمين ودول كل واحد ياخد يمينه، ويبقى فيه في النص مسافة محدش يمشي فيها، اللي دلوقتي الناس بتعمله في الايه، في السيارات. لو عمل كده شرعا محدش يوافقه عليه. طب ما الشرع منهاش عن كده ولم يلزم بذلك، وانت لما تيجي تلزم به سوف تلزم بشيء ايه غير لازم، لا بعينه ولا بجنسه. ايه اللي هيخليك تلزم الناس بهذا والله تبارك وتعالى ملزمه؟ لما يجي واحد يقول ان السيارات خطر وان عدم النظام فيها يؤدي الى اهدار الاوقات فضلا عن اهدار الارواح، وان عايزين ناس قعدوا يفكروا في قواعد، العالم كله يقولوا المرور يمين، الانجليز يقولوا شمال، مش مشكلة، ما حدش بقى يسألهم فين التزمت وليه وشمعنا ولا، يقول لك ثقافة الانجليز كده يعني بيحافظوا على طرفهم، للأسف ساعتها كله يسكت. مش هي دي القضية، احنا نقول قعد ناس يفكروا في قواعد لو اتطبقت، ويجي اهل العقل يتعقلوا لك دي لو اتطبقت هتقلل الحوادث وحتمنع من وجود اهدار للوقت، يبقى نبتدي نتكلم فيها. مع ان نفس القواعد دي لو اتعملت في مكان تاني او في زمن اخر كنا هنقول لا، ده ما لا يجوز الزام الناس بذلك، ولا ان حد يجي يتحكم فيهم ويقول لهم اعملوا كده وما تعملوش كده. يبقى لما وجدنا ان الامر ان درج تحت عموم مصلحة معتبر، لكن لو هو لم يدخل اصلا يبقى خلاص مرسل تماما من كل وجه، يبقى تتركه مرسل، لا تلزم الايه الناس به. من هذا الاعتبار هنقول ايه، ان المصلحة المرسلة نوع اخر من القياس. المصلحة المرسلة اللي هنعتبرها دليل، الكلام ده يعني في قدر من التجوز بس لتقريب، ده نوع اخر من الايه من القياس، يعني لازم نلاقي رابطة تربط بين هذا وذاك.
وبناء عليه على فكرة من ضمن الحاجات اللي بتتفرع على كده، افترض مثلا مثال زي اللي احنا ضربناه ده، قانون المرور وان تمشي تلزم اليمين، وغير بقى التفريعات الاخرى اللي تيجي الطريق ده اتجاه واحد والكلام ده كله. لو انسان عايش في مدينة صغيرة من المدن اللي هي يعني عدد العربيات فيها قليل وكده، وجه في وقت زي بالليل او نحو ذلك ويكاد يجزم ان مفيش مشكلة انه يمشي عكس الاتجاه، هل يأثم لو خرق قانون المرور في ذلك الوقت؟ بعض الفقهاء قال لا يأثم، عايزين بس انا ودول برضو بعض الفقهاء السلفيين اكيد، لان غير السلفيين بيعظموا جدا القوانين المدنية بدرجة، وبعض السلفيين دلوقتي للأسف يعني بقوا مهووسين بالايه لكن الاصل يعني في اول ما طلعت قوانين المرور وبدأت تطرح على العلماء السلفيين قبل اللوثة الجديدة بتاعت الناس اللي طلعوا اليومين دول، كان تطبيق للقواعد الشرعية، فبعضهم قال ليه نلزم الناس بقوانين المرور والبعض قال نلزمهم. الجدل ده برضو ينبغي ان يصب في صالح السلفيين لا ضدهم، وهو تعظيمهم لحق العبد ان يكون عبدا لله وحده. ربما بعضهم من جانب اخر ما استوعبش ان السيارات دي خطر، ماشي هذا يصيب كل البشر، المبدأ العام انه تنازعوا لغاية ما استقر الامر على الالتزام بدي من باب ان دي مصلحة مرسلة، الحفاظ على ارواح الناس، وان فعلا في زماننا محتاجين حاجة سيدي لتنظيم هذه. رجع قالوا طيب لو احنا في بعد ما القوانين صدرت والناس ملتزمة بيها في وقت الشوارع فاضية تماما ويغلب على الظن ان مفيش اي مفسدة، فبعض العلماء المعاصرين تعظيما لمبدأ ألا يحكم في الخلق إلا خالقه، قالوا احنا استثناء من الأصل ده، مش استثناء، قلنا في مفسدة والمفسدة الشرع نهى عنها فالتزم امشي يمين وكذا، فإذا ارتفعت المفسدة عاد الأمر إلى الإباحة. مش عايزين يخلوا الأمر اللي جيب اجتهاد له صفة الثبوت كالشرعي. والبعض الآخر قالوا احنا كده هنفتح لكل واحد يقدر، مش ان هو ده الزام في عنقه يعني، قالوا لا ولكن لو تركنا لكل واحد يقدر، كأنهم بفقوهم على الأصل بس رجعوا تاني قالوا دوت ده هيقدر ان الوقت ده فيه مفسدة وده هيقدر خلاف كده، قالوا يبقى مدام قلنا يلتزم بكده يبقى يلتزم. قل الثالث ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين. تقول وهذا على ثلاثة ضروب، احدها ما يقع في مرتبة الحاجات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة، ده نموذج من المصالح اللي الشرع اعتبرها انه قال للولي لابد من ايه من ولي. طب ده ضرورة ولا حاجة ولا من الكماليات؟ قال ده من الحاجات. فممكن المسألة بقى اللي جاية جديد تبقى من الايه من الحاجات، وممكن تكون من التحسين. الضرب الثاني ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات كاعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرات العقد لكونه مشعما بتوقان نفسها إلى الرجال فلا يليق ذلك بالمروءة ففوض ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن المناهج.
يقول ولو أمكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انتقاد الأزواج وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الأول. يعني مسألة الولي دي حاجة ولا تحسين؟ يقول حسب العلة، يعني ممكن نظرتك إيه تختلف. قالوا فهذان الضربان لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل، فإنه لو جاز ذلك كان وضعا للشرع بالرأي، ولما احتجنا إلى بعثة الرسل، ولكان العامي يساوي العالم في ذلك، فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه. يعني مش هنضطر نوجب على الناس أو نحرم عليهم أمر لم يكن في أصل الشرع واجبا ولا محرما، إلا إذا وجدنا أنه يترتب على هذا مصلحة جنسها معتبر، دي واحد، والتاني أن تكون درجة الحاجة إلى هذه المصلحة أن تكون بلغت رتبة الضرورات. أما التحسينيات فكل واحد يحسن لنفسه، والحاجات كل يحصل إيه حاجة نفسه، مع الأخذ في الاعتبار أن الحاجة العامة بتنزل منزلة الضرورة، الحاجة اللي بتعم الناس كلها. يبقى بيقول الضرب الثالث ما يقع في رتبة الضروريات، وهو ما عرف من الشارع الالتفات إليها، وهي خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسبهم ومالهم. ومثال قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع صيانة لدينهم، وقضاؤه بالقصاص إذ به حفظ النفوس، وإجابه حد الشرب إذ به حفظ العقول، وإجابه حد الزنا حفظا للنسل والأنساب، وإجابه زجر السارق حفظا للأموال. وتفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل. فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة. وعشان كده احنا قلنا أظهر مثال للمصلحة المرسلة جمع القرآن، وحصل فيه مناظرة بين الصحابة. طب ازاي حصلت مناظرة؟ مدى وبلوغ الحاجة إليه إلى الدرجة أن احنا نلزم الناس أنهم إيه؟ يلتزموا بجمع المصحف على هذه الهيئة. الرسم العثماني أن نحرم على الناس أن يكتبوا القرآن بغير هذا الرسم، كان لابد أن الحاجة تصل. ما هو قبل كده ليه ما كانش؟ لأنه ما أنت هتحرم ليه؟ لأن كل واحد يكتب بالطريقة اللي بيستريح لها، ما كانش فيه ما يقتضي ذلك. وده برضه يفسر أن بعض الصحابة امتنع عن حرق مصحف، لأنه إيه؟ يرى أن هذا غير لازم له. المفسدة ماشي، الجامعة المصاحف واتكتبت وحرقت وبقى كل الناس ما عندهاش إلا النسخة المكتوبة بالخط الملزم للجميع ده. طب والناس اللي هم المرجع، هم اللي بيرجع إليهم في ضبط القرآن، ليه عايز تاخد منه مصحفه اللي هو تعود عليه وبيقرأ فيه؟ فده كان خلاف بن عثمان رضي الله عنه وبين بعض الصحابة. وإنما خشي عثمان رضي الله عنه أن المصحف دي تورث، مش إن هو كان شايف إن أمثال ابن مسعود وأبي وعبد الله بن أبي ممكن إيه يحتاجوا النسخة الجديدة. وحصل خلاف في ذلك. يعني عايزين نقولوا إن الإلزام يأتي لما الأمر يبلغ مبلغ إنه فعلا لابد من إلزام الناس بذلك، أما قبل كده ما يجيش الإلزام ولا يجي المنع. لا يجي الإلزام ولا إيه ولا يجي المنع. يعني إمتى نقول للناس مثلا من الحاجات الشائعة في زماننا
محدش يذبح بهائم أصغر من سن كذا حفاظا على الحيوانات، لما فعلا يكون فيما يغلب على الظن لو سبنا الأمور كده يحصل إن قلة شديدة في اللحم، قبل كده لا يجب. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في متى يجوز لولي الأمر الشرعي أن يقيد المباح. طبعا عندنا دلوقتي برضو ناس يقول لك هو يقيد الطاعات، فهو يعني أحيانا البعض بيستغرق في فكرة استغراق لدرجة يعني. هو أحد الإخوة يعني نسأل الله تعالى أن يهديه استغرق في الفكرة دي جدا، ربما يكون كان يعني بداية الأمر عايز يرد على الخوارج، بس وصل لدرجة أن العلمانيين بيناشدوه أن هو يتوقف يعني عن إفساد الناس بما يقول، يعني هم شايفينه أن هو أفسد الناس لما هيخليهم إيه يروا أنه ديانة يتركون الدنيا والدين إذا ما أمروا بذلك. احنا بنقول ان المسلم بيتعبد انه عبد لله فقط ولا يلتزم الا بما ألزمه الله به. فاذا قيل له ان هذا الامر بلغ حدا شرعيا يجب عليك ان تفعل كذا ما قلنا مثلا في قانون المرور او غيره، فيلتزم انه لا لازم يمشي في الاتجاه الصحيح وحفاظا على ارواح الناس. ولو انه افرد واحد يعني ماشي في طريق وطلع عليه قاطع طريق او طلع عليه شخص مختل ومعاه سلاح ويتمشي كده يا اما يلحقه ضرر، هيعمل كده مش تعبدا ان ده يلزمه. فاحيانا الالتزام الاضطراري يبقى له مبررات كتير، لكن امتى نقول للناس هذا حلال وهذا حرام؟ لا، نقول له حرام انك تخالف قواعد المرور، لان انت لو خالفت وده خالف ممكن تهدر على مسلم وقته وممكن تهدر على مسلم دمه او ماله، عربية تتخبط واحد يقتل وانت تكون انت البداية، مشيت غلط التاني لقاك فرمل ده فرمل ده خبط ده عمل، ساعتها بنكلمه باسم الشرع تأثم لهذه المخالفة، غير لما يبقى ماشي في الدنيا واسعة خالص ولا حتة منها لا تصلح للسير راح ماشي كده. يبقى ده فرق بين الإلزام الشرعي وبين الإلزام الاضطراري اللي يجي لسبب قدري أو يجي لسبب أنه تسلط حد يتسلط عليه أمره، كل ده لابد التفريق بين هذا وذاك. فبيقول حصر الكلام، فيسمى ذلك مصلحة مرسلة ولا نسميه قياسا لأن القياس يرجع إلى أصل معين. يقول والصحيح أن ذلك ليس بحجة لأن ما عرف من الشارع المحافظة على الدماء بكل طريق، ولذلك لم يشرع يعني المقصود هنا كأنه لا يقول بهذا عن الجمهور يقولون به. لعلنا نفصل هذا الكلام في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.